دون السنة؟ دون السنة أبدا. هل يؤدي اختلاف القراءات إلى اختلاف المعاني؟ نعم، يؤدي اختلاف القراءات أحيانا إلى اختلاف المعاني، لكن ليس على كل حال. مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرئت ننشرها، فالنشر والنشز بمعنى واحد، لكن أحيانا تكون لا، الآية قراءتها غير قراءة الأول، فيكون ثمة اختلاف في المعنى. الله عز وجل قال عندها جنة المأوى، في من قرأها عندها جنه المأوى يعني آواه، فأحيانا يكون القراءة تختلف فيها المعنى، وأحيانا لا، يكون الاختلاف شيء يسير، كقول الله عز وجل في سورة هود إنه عمل غير صالح، هذه قراءة. في قراءة أخرى إنه عمل غير صالح، فالمعنيان واحد وإن كان اختلف الأمر. فالقراءة الأولى إنه عمل غير صالح أصبحت غير صفة لعمل، وأما قول الله عز وجل في القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح فأصبح عمل فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وغير مفعول به منصوب، هي استثناء يعني في محل مفعول به، لكن المقصود المعنى واحد وإن كانت القراءة قد اختلفت.